واحنا بنتكلم عن تاريخ النادي الاهلي، فاحنا مش بنتكلم عن مجرد تاريخ، احنا قدام اعظم تاريخ لاي نادي على مستوى العالم. هو ليه اعظم تاريخ على مستوى العالم؟ لان النادي الاهلي النادي الوحيد في العالم اللي قدر تاريخه يجمع بين اربع اركان، يجمع بين العراقه والمبادئ والوطنيه والبطولات. النادي الاهلي تاريخه في العراقه، القائمين عليه مجموعه من البشوات. النادي الاهلي هو اكتر نادي تولى رئاسته بشوات، خمس بشوات تولوا رئاسه النادي الاهلي. صفوه الفكر، مجموعه من صفوه الفكر كانوا قائمين على تاسيس النادي الاهلي. وقف فريق كامل باحتياطيه 16 لاعب سنة 1985 في موقف تاريخي، ده بالنسبة للمواقف التربية وكتير. طويلة لعبة جنب مرمى، الدور الأول للنادي الأهلي، عالية وتفوت وتلعب جامدة، حط جوه الجول وبيمشي، لعبة عالية حط جوه الجول، يا سلام الجول الثالث للنادي الأهلي. كمان هو ليه نادي وطني؟ لا، اقول لك انه مفيش حدث وطني في كل، يعني في الحروب مفيش حرب عدت الاهلي او اي حدث سياسي ما كانش فيه النادي الاهلي. في حرب فلسطين هتلاقيه، في العدوان الثلاثي ملاعب النادي الاهلي، اكلمك عن ملاعب النادي الاهلي اللي تحولت لمركز لتدريب الفدائيين، و67 اكلمك عن الاعضاء اللي تطوعوا والانسات اللي تطوعوا في التمريض و التبرعات اللي كان بيتم جمعها على جميع المستويات من الأعضاء ومن المدربين، العضو الرياضي والعضو العامل. وفي سنة 73 إزاي النادي الأهلي فتح مقره للتبرع بالدم، وإزاي أنه في أول يوم لقينا 8000 عضو في أول يوم فقط تبرعوا بدمهم. والأهلي في قرارات مجلس إدارته عنده أربع بنود واضحة وصريحة، من ضمنها انه غير التطوع انه كمان يجمع تبرعات من الاعضاء زي ما عمل في 67 وزي ما عمل في 56 بيعمل في 73. فدور الاهلي الوطني على المستوى السياسي وكمان على المستوى الرياضي، فالاهلي في مشاركته في كاس العالم للانديه وازاي قدر يرفع علم مصر عن طريق ممثله الوطني اللي هو النادي الاهلي، فما بنقول نادي عريق، نادي وطني، نادي تربوي، فاحنا عندنا الاسباب اللي بتخلينا نقول عليه كده. لان النادي الاهلي من اول بطوله اشترك فيها، اشترك في كاس السلطان حسين هو بطلها التاريخي 7 بطولات، اشترك في دوري القاهره هو بطل التاريخي ب 16 بطوله، في الدوري هو البطل التاريخي ب 41 بطوله، في كاس مصر هو بطل التاريخي ب 36 بطوله، كاس السوبر هو بطل التاريخي 11 بطوله، ابطال الكؤوس هو البطل التاريخي 4 بطولات، السوبر الافريقي هو البطل التاريخي 6 بطولات، دوري ابطال افريقيا هو البطل التاريخي ب 8 بطولات، كاس العالم للانديه هو اكتر نادي افريقي وصل برصيد 5 مشاركات. فلذلك الاربع اركان دول، نادي عريق، نادي وطني، نادي تربوي، نادي بطل، مفيش نادي في العالم قدر يكون زي النادي الاهلي او يجمع تاريخ النادي الاهلي او يمتلك تاريخ كتاريخ النادي الاهلي. انه النادي الاهلي وعن طريق عمر لطفي بيه طلب من اللجنه الاداريه العليا انها تستقبل السيدات. النادي الاهلي لم يكن يستقبل سيدات في العضويه. النادي الاهلي كان صوره عاكسه للمجتمع المصري، وقت كانت فيه المراه تخاطب الرجل من خلف البيشه واليشمك، فلذلك ده كانت صوره المراه المصريه، فالاهلي ما كانش بيستقبل عضوات سيدات. على الاستقبال.
في 1921 ابتدى النادي الاهلي يستقبل السيدات، ده طبعا بعد ثوره 19 ودور المراه المصريه السيده العظيمه صفيه زغلول. فسنه 21 ابتدى الاهلي يستقبل سيدات في العضويه. القرار كان انه هنستقبلهم لكن دون ممارسه اي نشاط رياضي. القرار اتغير انه لا خلاص يمارسوا النشاط الرياضي بس مع اقاربهم يلعبوا تنس. ثم تغير مره اخرى انه ماشي يلعبوا بس يومين في الاسبوع، اثنين واربع، دون دور يعني دون دخول الرجال لملاعب الملاعب الرياضيه. ثم تغير القرار مره اخرى، يعني حاله من الانضباط الشديد جدا في الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، انه القرار هيمثل الرياضه ثلاث ايام في الاسبوع، ممنوع دخول رجال اصلا مقر النادي مش الملعب نفسه، لا دون دخول الرجال الملاعب النادي من الاساس ثلاث ايام سبت واثنين واربع. فلذلك النادي الاهلي طول عمره عنده حاله الانضباط وكان صوره عاكسه للمجتمع المصري. قوم يا اهلي شوف ولادك والبنور، شوف كتايبك، شوف جنودك والحشود، شوف اياد النصر في كل العهود، شوف وسجل بيها ابكار الخلود. انت دايما انت دايما انت دايما 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 في الامان. كل نعمه في رحابك عندنا، دي مشيئه واراده ربنا، شيوخك اكتسبنا مجدنا وشبابك احتفظنا في اسمنا.